أول إشي هي المسرحية. إحنا أخذنا شوي من المسرحية التراثية اللي هي نص نصيص أو عقلة الأصبع زي ما هي معروفة. حبينا ندمجها شوي مودرن نعطيها. كل القصة إنه إحنا دائماً بالخيال بتهيئ لنا أشياء، يعني وإحنا صغار دائماً إذا الهواء بهب بنشوف أشياء، الحرمات إذا الدنيا عاتمة بنشوفها بشكل معين. فعشان هيك إحنا اخترنا إنه ما في إشي اسمه غولة وما في إشي اسمه وحوش. ممكن هاي الأشياء لما نتخيلها بطريقة كتير أحلى، وهذا اللي جسدناه في المسرحية. بصراحة كان كتير مشروع صعب وكتير بيوتر وكان كتير ضغط. كان صعب أول إشي عشان إحنا أول مرة بنخرج، وكمان كان فكرة إنه أنت بدك دائما نشتغل ممثلين، هالمرة إحنا عنا مسؤوليتنا نشوف الإضاءة، نشوف الأزياء، نشوف الوقت. يعني هو أكتر إشي كان صعب بكل هذا الشغل اللي هو الوقت، قديش السرعة اللي بدنا نشتغل فيها. بدنا كمان كلنا كل واحد يعني بحب بنته الأولى تكون أحسن بنت وتكون أحلى عمل، فكتير كان متعب إن هذا الشيء. حاليا إن شاء الله معي أنا كشخصيا مشروع مع البلدية، وأكيد في مشاريع مسرح تانية كممثل، بس حاليا إخراج معي مع البلدية. إن شاء الله بكون بشهر 5 بكون جاهز للعمل.